برج الحمل. مهنياً تتخبط بين تيارين متعاكسين لحل مسألة مهنية، وسيدلك حدسك وعقلك على الاتجاه الصحيح. عاطفياً قد تعيش صراعاً بين الحب والواجب، وربما يسيطر العقل على تصرفاتك بدلاً من القلب، وتصبح أكثر توازناً في سلوكك العاطفي وتختار الواجب. برج الثور. مهنياً يطلب اليوم منك الكثير من المهام وتنجح في إنجازها، فتنال الإعجاب والتقدير من الرؤساء في العمل مما يجعلك تشعر بالفخر. عاطفياً قد تتأثر علاقتك مع الشريك أو الحبيب سلبياً نتيجة أمر حدث في الماضي. انظر للحاضر والمستقبل ولا تتأثر بشيء كان من الماضي. برج الجوزاء. مهنياً تشعر اليوم بالقلق والخوف من عدم تحقيق بعض أهدافك. اطمئن، إنك في بداية طريق النجاح، والزمن سيبين أن كل شيء يسير وفق تحقيق ما تريد. عاطفياً تحاول فرض سيطرتك على الشريك أو الحبيب بطريقة ذكية وناعمة، ولكنه يكتشف ذلك ويشعر بالحزن لأنه يحبك كثيراً. برج السرطان. مهنياً قد يعرض عليك شراكة في مشروع استثماري صغير ودخله متواضع، اقبله بعد دراسته وتأمين مستلزمات نجاحه. عاطفياً تكون اليوم سلبياً في تعاملك مع الشريك أو الحبيب، وتنسى أنه يمر بظروف صعبة. كن رقيقاً معه لأنه بحاجة إلى دعمك وحنانك. برج الأسد. مهنياً تترك اليوم الأمور للصدفة دون أن تتحكم بها، وتكون غير راض عما يحيط بك، وتحاول تأجيل بعض الأمور المهنية. عاطفياً تشعر بفراغ عاطفي وترفض كل الدعوات الاجتماعية وتميل للعزلة، مع أن هناك أوضاعاً عائلية تتطلب منك الحل. ربما الأفضل اللجوء إلى الحبيب أو الشريك لمساعدتك. برج العذراء. مهنياً أمامك عدة خيارات لإقامة مشروع، لا تتردد واستفتي قلبك واختر إحداها وتوكل على الله. عاطفياً تعيش اليوم مع الحبيب أو الشريك الحب بكل جوانبه، وكأنه عالم ساحر حيث ينقلك إلى الهدوء العاطفي والأحلام الوردية. برج الميزان. مهنياً طموح ورغبة لصنع أشياء كثيرة يبدأ بالتحول إلى حقيقة واقعة، وهذا يجعلك في قمة العطاء. عاطفياً يدخل الروتين في حياتك العاطفية، وهذا يجعل كل شيء باهتاً وملاً. ابحث عن وسائل التغيير بمساعدة الحبيب أو الشريك. برج العقرب. مهنياً ربما يعرض عليك عمل جديد لتحسين أمورك المادية وترفضه مباشرة، من الأفضل التعمق في دراسته فقد يكون لصالحك. عاطفياً العازب تنضج مشاعرك وأحاسيسك وتعرف معنى الحب الحقيقي، أما المتزوج يعمل الشريك على إسعادك ويخبئ لك مفاجأة سارة. برج القوس. مهنياً تستلم أموالاً لم تكن تتوقعها، وربما توقع عقداً لعمل جديد فيه الخير لك. عاطفياً تتهرب من حسم أمر عاطفي شائك وهام، تأجيل الحسم ليس من مصلحتك، واجهه بالحكمة والحوار مع الشريك أو الحبيب لوضع الحل اللازم. برج الجدي. مهنياً ثلاث أفكار هامة تدور برأسك لتحسين وضعك المهني، ابدأ بتنفيذ الواحدة تلو الأخرى وسوف يكون النجاح حليفك بإذن الله. عاطفياً تحدث اليوم أمور غير متوقعة تأخذ حياتك العاطفية إلى الأفضل، ويكون لها وقعاً إيجابياً في حياتك العملية والاجتماعية، وتعيش الحب المتبادل مع الحبيب أو الشريك. برج الدلو. مهنياً مسألة مهنية تتطلب منك وضع النقاط على الحروف، كن حكيماً وشجاعاً
واستعن برأي أحد الأصدقاء. عاطفياً، قد تشعر اليوم بالإحباط العاطفي والضياع وتبحث عن التغيير والتجديد. غير أسلوب حياتك وانتصر على الروتين، وستجد السعادة التي تنشدها مع الحبيب أو الشريك. برج الحوت. مهنياً، يتحقق حلم وطموح كنت تنتظره بفارغ الصبر، مما ينعكس إيجابياً على عملك المهني. عاطفياً، تكون علاقتك مع الشريك أو الحبيب في مستوى كبير من الانسجام والتفاهم، وتعيش اليوم أحاسيس رائعة وحباً متبادلاً.